أتعرف يا ابن أخي من وشى بصخر؟ رجل ربما يريد صالح القرية. صالح القرية، ولا يكون صالح القرية إلا باتهام رجل بريء؟ ما بك يا أبا وائل؟ أقصد يا عماه، ما فتيت تدافع عن الرجل؟ القرية لم تعرف القتل والنهب إلا بعد وصوله. إلى متى ستبقى تغض الطرف عنه حتى يقتل قريتنا كلها؟ اسمع يا طلحة يا ابن أخي، ابتعد عن هذا الرجل وإلا وضعتك في الموضع الذي هو فيه الآن. صخر كان عندي ليلتها، عندي في بيتي. وما شأني أنا يا عمّا؟ لماذا تكلمني وكأنني أنا من وشى به؟ ومن يمكنه أن يفعل ذلك سواك؟ ها؟ القرية مليئة بالعيون، ألم تجد غيري لتتهم؟ وأنا ابن أخيك ومن لحمك ودمك، من لي غيرك ألوذ به؟ تشتكين من شيء يا أمي؟ تحتاجين إلى شيء؟ أشعر بجوع شديد يا بني. سأعد لك طعاما خفيفا. استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، وشر فسقة الجن والإنس. ربي الله، ربي الله، ربي الله. آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثلاثة جنود من أخوتكم قتلوا ولم نعرف قاتلهم، ضاعت دماؤهم وأنتم السبب، مهملون ومقصرون. يا سيدي، أتريد أن تقول ملثم؟ سمعتها منك مرارا، آتني بهذا الملثم وسترى ماذا سأفعل به. يا سيدي، يقولون أنه شبح أو شيطان، لا ندري، هكذا يتكلم الناس عليه. هذا كلام تبررون به عجزكم وخوفكم من رجل يستهدفكم وسينال منكم واحدا واحدا إن لم تسبقوا سيفه. تفرقوا إلى أعمالكم. إنه لتوفيق عظيم ومنة من الله تعالى أن وفقنا لنكون في ركب مولانا أبي عبد الله إلى مكة. وفقنا الله لنكون من أصحابه في الدنيا وفي الآخرة. إلهي آمين. يا إلهي، ما الذي فعله حتى اقتادوه هكذا؟ اهدئي يا أختي أرجوك، والله عندما وصل الخبر إلى سيدي أبي وائل أقسم بأن يخرجه من السجن مهما كلفه الأمر، وقد رحل اليوم صباحا إلى والي الكوفة وهو صديقه، ولن يرده خائبا، اطمئني، سيعود معه بإذن الله، سيعود. يا رب، يا رب، لا أريد شيئا سوى أن يعود، يا رب.
مصادف بالباب يا سيدي ومعه راحلته. لماذا تكلفت يا بوائل؟ سامحك الله، أنت تعلم أن محبتي واحترامي لك أكبر من الهدايا والعطايا. أعلم والله يا أبا محمد، أعلم، ولكنني والله ما أحضرتها إلا بدافع المحبة والصداقة بيننا والمودة أيضا. على أي حال شكرا لك يا صاحبي. والآن أخبرني كيف هي الأحوال عندكم؟ لقد سمعت أن هناك ما يعكر صفو قريتكم وأمنها، هل هذا صحيح؟ صدقت، صدقت والله، وهذا أحد الأسباب التي دعتني للمجيء إليك، وهي في الوقت نفسه حاجة أسألك إياها، وأتمنى ألا تردني خائبا كما فعلت ذلك في قضية الكوميت. أما زلت عاتبا علي؟ أنت تعلم أنه لم يكن بوسعي فعل شيء، فقد كانت أوامر الخليفة بحبسه ومن ثم بإطلاق سراحه، وأنت تعلم أننا لا نستطيع رد طلب الخليفة. أطال الله في عمره وأبقاه. المهم أخبرني ما تريد، وحاجتك مقضية بإذن الله. صخر، ولدي صخر، قد سجنه جندك بتهمة هو بريء منها والله. ولدك؟ لعلم لي بأن لك أولاد، ومن ثم أليس هذا هو الشخص الغريب الذي سكن قريتكم وقتل التاجر عثمان وأغار على خيمة جند الخليفة وقتلهم وهرب الأسرى؟ هو بمثابة ولدي، وهو ليس غريبا. هذا الشاب اليتيم هو الذي أنقذني في طريق الحج من الصعاليك وقطاع الطرق. أما التهمة المنسوبة إليه فأؤكد لك أنه بريء منها كبراءة الذئب من دم يوسف. أنت تعلم ثقتي بك يا أبا وائل، والله لن أردك خائبا، مع أنك تعرف أن الذي وشى به هو أعلم، أعلم من وشى به ولماذا. أؤكد لك أنها الغيرة والحقد أيضا. طلبك مجاب وسيغادر معك بإذن الله. صدقني لن أنسى لك هذا. لا عليك يا رجل. والآن أخبرني لماذا تحبه إلى هذا الحد؟ تريده مني؟ يقولون إنك براء مما فعلت. وأنا لم أفعل شيئا. حسنا، تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل اشترى أحد منك بيت عثمان رحمه الله؟ لا، لم يتقدم أحد الشراء، وانقلب حال زوجته المسكينة من غنى إلى فقر.
لم يترك لها الأوغاد لا زوجا ولا مالا ولا خادما إلا هذا البيت وشيئا في دكانه رحمه الله. أنا سأشتريه منك. لا بأس يا بني، فأنت أولى به من غيرك. سأدفع به أكثر مما يستحق. كم؟ 10,000. لكنك تعرف أن البيت يستحق أكثر من 20,000. هذا صحيح، لو كان على غير هذا الحال فمن تراه يشتري بيتا قتل فيه 3 رجال؟ أنا لا أوافق، إنها أمانة عندي، لا أريد أن أخون زوجة صديقي رحمه الله. سأدفع به 12,000، لا تردني. البيت لا يباع، فالدماء فيه لم تجف بعد. 15,000، لن أنزل فلسا بعد ذلك، إنها أمانة. لن أدفع به إلا 12,000. لا أضمن بيع بيت أنت أعلم الناس بحاله. طلحة تعال، تعال طلحة، أنا موافق، أنا موافق، تعال. اسمع، أنا لم أوافق على شراء البيت رغبة في امتلاكه، إنما خدمة لعثمان رحمه الله. جهز العقود والشهود وسأكون عندك في مساء هذا اليوم. أستودعك الله. رفقك السلام. لك من حاجة يا أخي؟ أنا من الفريسيين. أنت من النصارى؟ نعم. أراك عطشا أيها الرجل. نعم يا سيد. أسقه يا مصادف وأعطه مما نحمل من الطعام، قد يكون الرجل جائعا. شكرا يا سيد. إنه من النصارى يا سيدي، أتتصدق على أحد منهم؟ نعم يا مصادف، أتصدق عليه، فالصدقة لمن يحتاجها، فإذا كانوا في مثل هذا الحال فمثلهم كمثل المسلم، وسد حاجتهم واجب، فهم أصحاب كتاب، ونبيهم عيسى عليه السلام هو من أعطى البشارة برسالة محمد ونبوته. ليتك ذهبت هذا العام إلى الحج يا هشام. كانت رغبة لا تفارقني، لكن صحتي لم تعد تحتمل. كنت التقيت هناك بالقادة والأعيان والأمراء من رعيتك، واطلعت على ما يجري في مدنهم وقراهم وبواديهم، وعرفت أخبار الولاة في رعيتك. الأخبار تأتي إلي ولا حاجة لي أن أذهب إليها، فلدينا عيون على القادة والولاة والجند. أرجو أن يكون ذلك فعلا، فهلاك الملك وزواله في كتمان الحقيقة عن صاحب الشأن لإرضائه. هل تظنين أن في ولاتي من يخدعني ويكتم عني؟ أرجو أن لا يكون بينهم ما ظننت أنا.
يا أخوتي، يا أيها المؤمنون، لطالما كان لمقتل الحسين بن علي غصة في صدورنا وألم في قلوبنا. قد مضاجعنا وأسبل عيوننا، وإن كنا نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، إلا أننا نرى بني أمية لا يتورعون فينا السفك والهتك، وهذا هو يومنا الذي كرمنا الله به لننتقم لمقتل أبي عبد الله الحسين ونعيد الحق إلى أصحابه. الرضا من آل محمد. 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 الحمد لله، ها هو الكميت بيننا. مرحبا بك يا أبا المستهل. يا مولاي، جعلت فداك، ألا أنشدك؟ كلا يا أبا المستهل، فإنها أيام عظام، أيام عبادة ودعاء، لكنها فيكم يا سيدي فهي لله تعالى. هات. ألا هل عمن في رأيه متأمل، وهل مدبر بعد الإساءة مقبل، وهل أمة مستيقظون لرشدهم فيكشف عنه النعسة المتزمل، فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى مساويهم، لو كان ذا الميل يعدل وعطلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي نتنحل. كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. رضينا بدنيا لا نريد فراقها، على أننا فيها نموت ونقتل، ونحن بها مستمسكون كأنها لنا جنة مما نخاف ومعقل. يا صاحب الحوض، يا صاحب الحوض، يوم لا شرب للوارد إلا ما كان يضطرب، نفسي فدت أعظما تضمنها، قبرك فيه العفاف والحسب. أجرك عندي من الأود لقرباك، سجيات نفسي الوضب في عقد من هواك محكمة، ظوهر منها العناج والكرب، واصلة آخرا بأولها، تنخلوا صفوها وما خشبوا. قوم إذا ملولح الرجال على أفواه من ذاق طعمهم عذبوا، إن نزلوا فالغيوث باكرة، والأسد أسد العرين إن ركبوا. يا خير من ذلت المطي لهم، أنتم فروع العضات للشذب، أنتم من الحرب في كرائمها، بحيث يلقى من الرحى القطب. السلام عليك أيها الأمير. هذا كتاب أمير المؤمنين في شأن زيد بن علي. أخرجوا زيدا من الكوفة، وإلا لن أبقيه حيا. هذا أمر أمير المؤمنين،
لقد وصله الخبر بأن الناس بدأوا يجتمعون حوله لمبايعته. هيا. أتأذن لي بالكلام؟ تكلم بما شئت. إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟ من فكر في هذا أو قدر، اعلم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. أسألك فأجب، فقد عرفت أنك رأس هذا الموضوع وسنامه، وأبوك أسه وتمامه. إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه، وصار الشيطان وليه وربه وقرينه، يريده مناهل الهلكة ثم لا يصدره. إن هذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال. خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، فالحق أن أطيع فيما أمر وأنتهي عما نهى عنه وزجر. الله المنشئ للأرواح والصور. فقد ذكرت الله يا أبا عبد الله، فأحلتني والجالسين على غائب لا نراه. ويلك، كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم. كيف يعلم أسرارهم وهو إذا كان في الأرض لا يكون في السماء، وإذا كان في السماء لا يكون في الأرض؟ إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به المكان الجديد وخلى منه المكان القديم، فلا يدري ما يحدث في المكان الذي كان فيه. أما الله العظيم الشأن الملك الديان، فإنه لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان، يشهد له بذلك آثاره وتدل عليه أفعاله. قال تعالى في قصة العبد الصالح: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. فانظروا، لقد حفظهما الله بصلاح أبيهما وما ذكر منهما صلاحا. واعلموا أننا نحن أحق بالمودة. جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جدتنا خديجة، أمنا فاطمة الزهراء، وأبونا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. واعلموا أن الله جعل في كل زمان رجلا منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحجة الله في زماننا هو ابن أخي جعفر بن محمد، لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه. وما دام الأمر كما تقول، فلأي شيء تدعو الناس إلى نفسك؟ لا يا أخي، إنما أخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإني أدعوكم للخروج على هؤلاء الذين ظلموا العباد ونشروا الفساد واستباحوا حرمة الله. وهل ستخرج بالسيف؟ بعد كل ما فعلناه مع هشام
تحتاجين إلى ذلك يا أخوتي. هل تريد أن أضع لك طعاما؟ وهل ستأكلين معي؟ لا، لا أستطيع أن أشم رائحة الطعام. أبك شيء يا هند؟ هل تشعرين بمرض؟ إنه ليس مرضا. ماذا يكون إذا؟ قد يكون. يا أبا عبد الله، لما جعل الموقف في عرفات من وراء الحرم دون المشعر وهو أمامه؟ يا شبيب، اعلم أن الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، والموقف بابه. فلما قصدوه استوقفهم بالباب يتضرعون إليه، فلما أذن لهم بالدخول أدناهم من الباب الثاني وهو المزدلفة. فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم، فلما رحمهم أمرهم بتقريب قربانهم. فلما قربوا قربانهم وقضوا رفثهم وتطهروا من الذنوب أمرهم بزيارة بيته. فلماذا يكره الصوم أيام التشريق؟ أليس جمع عبادتين أعظم وأفضل؟ كلا يا شبيب، فإنهم في ضيافة الله الكريم، ولا يحب الله للضيف أن يصوم في ضيافته. فما بال الناس يتعلقون بأستار الكعبة وهي خرق لا تنفع شيئا؟ فلما لم ينههم؟ إن مثل ذلك كمثل رجل بينه وبين رجل آخر جرم، فهو يتعلق به ويطوف حوله رجاء أن يهب له جرمه ويعفو عنه. صدقت. صدقت يا ابن رسول الله. سمعت ما يقولون في القرية؟ ماذا؟ يقولون إن رجلا قتل 4 من جندي الخليفة وأطلق سراح سجينين مظلومين ثم غاب في الظلام. أيعقل أن رجلا يواجه 4؟ إنهم يختلقون القصص ليتسامرون. اللهم اشملني برحمتك الواسعة. ما هذه الدماء؟ أردت غسل ثيابك فوجدت عليها آثار دماء. أنت قتلت جند الخليفة؟ كيف حل لك مخالفة السلطان وقتل جنده؟ قل لي، أنا زوجتك. دم كل إنسان ذكي يا هند، ولا تجوز إراقته. ولكننا في زمن حرب وثورات وفتنة، وهؤلاء زبانية يقتلون النفس الزكية ويسفكون الدم الحرام ويسلبون الناس أموالهم، وكل ذلك باسم الخلافة. أما هؤلاء الجنود الذين قتلتهم فكانوا يمسكون باثنين من المظلومين وكانوا يعذبونهم، ولا يمكن أن أخلي سبيلهما إلا بقتلهم. ولو كانوا يقبلون بأقل من ذلك لما قتلتهم. وهل قتلت غيره؟ لتكتفي بما عرفته اليوم. إلهي، كيف أدعوك وأنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت؟ إلهي، إذا لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ إلهي،
أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ إلهي إذا لم أتضرع إليك، إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ أيها الناس اسمعوا وعوا، عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة وإياكم الشبهات، فإني والله ما أوتي إلي بأحد يطعن بمولاه إلا صلبته ولو في الحرم. أيها الناس انصرفوا وضحوا يقبل الله منكم، وأنا أريد اليوم أن أضحي بالجعد بن درهم، فإنه يقول: ما كلم الله موسى ولا اتخذ ابن إبراهيم خليلا. تعالى الله عز وجل عما يقول هذا السفيه: انصرفوا راشدين. خذوه واصلبوه. السلام عليكم. السلام عليكم. بكم هذه؟ بعشر دراهم. 10 دراهم همياني، همياني، أين همياني؟ هل رأيت همياني؟ هل رأيت همياني؟ همياني؟ أنت، أنت من رأت بجانبي، أنت، أنت أخذته. أخذت ماذا يا أخي؟ همياني، أنت أخذت همياني. وكم كان في هميانك يا أخي؟ 1000، كان في همياني 1000 دينار. يا معتب، هاتي 1000 دينار وأعطها للحاج. السمع والطاعة يا مولاي. تفضل يا أخي. السلام عليكم. تفضل. عفوا يا سيدي، جئت أعتذر منك عما بدر مني. لا بأس عليك يا أخي. لا أدري ماذا أصابني، فكل ما أملك من مالي كان في هذا الهميان وفقدته فجأة، فلم أملك نفسي، والآن وجده أحدهم وأحضره لي، وهذا مالك أيها الرجل الكريم. نحن قوم لا نرد لحوزتنا ما خرج من أيدينا، خذه لك ولعيالك. شكر الله لك وتقبل منك، أرجوك عفو عن فعلي وإساءتي. إن أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا. أيها الإخوة، تقبل الله منكم حجكم وسعيكم، ونسأل الله القبول والنصرة على الأمويين. آمين. أيها الإخوة، كلكم يعلم أننا سكتنا عن حقنا في الإمامة الذي اغتصبه الأمويون، آملين أن يسيروا على النهج النبوي الشريف. أي والله، لقد خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله. صدقت يا إبراهيم،
تركوا حدود الله، ظلموا وبغوا، اعتدوا على العباد، وقتلوا علماء المسلمين. كل هذا على يد ولاتهم الطغاة القساة. إذن أنتم توافقونني على أنه آن الأوان لزوال ملكهم؟ نعم. من هذا المكان أعلنها خلافة الرضا من آل محمد. الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. كيف وجدتم أمير الحج؟ لله الأمر يا أمير المؤمنين، ماذا نقول لك؟ قولوا ماذا رأيتم؟ ظهر من الأمير فعل كثير مذموم، وقد تشاغل بالغناء والشراب، وأمر مولا له فحج بالناس، وأخذ الكلاب معه. كلاب؟ هذا الفاسق الفاجر تؤول إليه الخلافة ويحرم منها مسلمة، والله إنه لظلم كبير من هشام. إنه ظلم للأمة كلها يا مولاتي. اذهب إليه، والآن عليه أن يعزل الوليد عن ولاية العهد ويعلن ذلك للعامة والخاصة. أمر مولاتي سأفعل، ولكني لا أعدك سوى بالمحاولة. كلاب في الحج؟ والله ما سبقك إلى هذا أحد. يا أمير المؤمنين، لم أكن أعلم بأمر الكلاب إلا هناك في الحج. قائد القافلة من أخذها. فليسجن قائد القافلة. وأنت أيها الوليد، لقد شهد الناس في الحج على أفعالك، ووجب عليك خلع نفسك. اخلع نفسك من ولاية العهد الآن وأمام الجميع. لقد رأني عدد المستجيبين لشعارنا الرضا من آل محمد، وكأن أعدادا كبيرة تأن تحت حكم بني أمية ويبحثون عن الخلاص. هو ذاك يا سيد. أصدقني القول يا أبرش، هل أنتم منتبهون لما يحاك ضدي؟ إن قبضتنا شديدة يا أمير المؤمنين، والعيون ترصد كل صغيرة وكبيرة، فلا تحزن. وكيف تريدني ألا أحزن وأنا أرى الحساد يعدون العدة لزعزعة سلطاني، ومنهم من نبت لحمه في سلطاننا؟ لقد اشتريت ود العرب، قبائلها وعشائرها، حتى دنت لبني أمية وخلفائها. أيغرب هشاما ولولاي لتزلزل ملكه. هذا المضري يغري بقحطان كعادته. اسمع، اكتب لولينا في الكوفة أن يلقي هذا الخسيس في أنتن وأقدر السجون حتى يجن أو يموت، ولتأتني بالنخاس على الفور. أريدها أن يحضر أجمل النساء وأذكاهن. هيا.